يسأل يا فضيلة الشيخ ويقول: بالنسبة للملائكة التي تحيط بالإنسان في الليل والنهار، هل هم متعددون؟ ملائكة بالليل وملائكة بالنهار حفظة، يقضون عليه الأعمال الحسنة والسيئة، يتعاقبون، ينزل ملائكة في صلاة العصر ويستمرون معه إلى الفجر، يقضون عليه أعماله وما يصدر منه، ثم يصعدون وتأتي ملائكة آخرون يحضرون صلاة الفجر ويستمرون معه إلى صلاة العصر. تعاقبون فيكم، كما في الحديث: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولهذا قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار. والعصر هي أفضل الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، يحضرون الصلاة مع المسلمين. نعم.